السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة كتابات، ونقرأ فيها مقالا للكاتب رياض سعد بعنوان إعلاناتكم الانتخابية بأموالنا الوطنية. يقول فيه: لم يكتفي بعض الساسة وسماسرة الصفقات التجارية والمشاريع الوهمية بسرقة أموالنا ونهب خيراتنا، ولم يقتنع بعض المسؤولين بالرواتب المجزية والامتيازات الكثيرة والحصانة والحماية السياسية والقانونية، ولم تشبع عوائلهم من السفرات والبعثات والتعيين في السفارات والقنصليات، ولم يكتفوا بإجراء العمليات لذويهم وإرسال عوائلهم إلى أرقى المستشفيات العالمية وعلى نفقة الدولة، حتى صاروا يمولون حملاتهم الانتخابية وإعلاناتهم الدعائية وبرامجهم الإعلامية بأموالنا والأموال المشبوهة والسحت الحرام والمدفوعة من قبل القوى الدولية والإقليمية المعادية. كل يوم تتم قرصنة الأموال العراقية والثروات الوطنية تحت ذرائع شتى، مرة مساعدات وتبرعات خارجية، ومرة قروض وتسهيلات، ومرة استثمارات أجنبية وغير عراقية، ومرة تكاليف الصراعات الوهمية والمعارك الجانبية بالنيابة عن هذا وذاك، ومرة سرقات وصفقات فساد، وأخيرها وليس آخرها تمويل الانتخابات بطرق ملتوية ومقننة وخفية، وهكذا دواليك. إن هذه الأموال المنهوبة وهذا الاستنزاف المقصود لثروات العراق وخيرات وأموال أبناء الأمة العراقية يعرض أمننا ومستقبلنا وأجيالنا للخطر. ومن العجيب أن يقوم بعض المرشحين بمحاربة عراقنا وأمتنا واستغفال شعبنا وأهلنا الأصلاء بأموالنا، فكل مرة يأتون ويعاودون الكرة إذ يقوموا بتمويل حملاتهم الانتخابية من خلال أموال المواطنين. إن أغلب ما تراه وتشاهده من إعلانات وبرامج وحملات انتخابية والمنتشرة في الشوارع والأماكن والمدن والقرى النائية وبرامج الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي ممولة بأموالنا. ونقرأ تقريرا من صحيفة العالم الجديد بعنوان ترهل أم ضرورة؟ وزير الداخلية مستمر باستحداث المناصب الأمنية. استمرار وزير الداخلية في استحداث مناصب جديدة وإسنادها لضباط مقربين أثارت جملة من الأسئلة حول جدوى الإجراء في ظل الترهل الإداري والوظيفي التي تعاني منه الداخلية وغيرها من الوزارات، فقد انتقده خبراء أمنيون وعدوه استجابة للضغوط الحزبية والنفوذ السياسي والأمني، محذرين من تعددية القرار في الوزارات الأمنية. ويقول مصدر مطلع في وزارة الداخلية خلال حديث لصحيفة العالم الجديد إن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري استحدث مناصب عدة جديدة في وكالة شؤون الشرطة امتدادا لمناصب استحدثها سابقا ومنحت لضباط مقربين منه. الوزارات العراقية وبعد عام 2003 شهدت ازدياد مناصب الدرجات الخاصة بشكل كبير جدا، وتجاوزت الحد المعقول الذي تبنى عليه الدولة المثالية المتمثلة بمعالجة الترهلات الإدارية وما تسببه من عبء على ميزانية الدولة. قضية استحداث مناصب جديدة في وزارة الداخلية يكون فيه الوزير قد ارتكب مخالفة مهنية، فهذه الاستحداثات جاءت بضغوط من الأحزاب وأجنحتها السياسية والعسكرية، وكذلك لتحجيم سلطات الوزير وجعل الوزارة تحت سيطرة تلك القوى التي تسيطر اليوم على كل مقدرات الدولة العراقية. إن المتابعة للأحداث الجارية تؤكد أن القوى
وأجنحتها العسكرية الموالية لجهات خارج الحدود تريد أن يكون لها وجود مباشر في كل مؤسسات الدولة، ومنها وزارة الداخلية التي تعتبر من مؤسسات الأمن المهمة، والتي تمتلك أجهزة تنفيذية كبيرة جداً تستطيع من خلالها أن تغير الكثير من المعادلات الأمنية. أي وزارة تكثر فيها المناصب تؤدي إلى تعددية القرارات وتداخلها، مما يتسبب بانعكاسات سلبية على الأداء والسلوك والعمل، ما يقوض الوصول إلى قرارات صائبة وناجحة. وفي مجلة الجاردينيا نقرأ مقالا للكاتب نزار العوصجي بعنوان سقط القناع عن الوجوه الكالحة. عندما حانت ساعة المواجهة ظهرت حقيقة عنتريات أدعياء المقاومة وما يسمى محور المقاولة حسب الكاتب، فبان كل شيء. لم يعد هناك ما يمكن أن يخفي واقعهم المزري بعد أن سقط عنهم القناع الذي كانوا يختبئون خلفه. لم نعد نسمع شيئا من جعجعة أزلام نظام إيران وتابعه حزب الله، تلك الجعجعة التي صدعوا بها رؤوسنا على مدى 3 عقود من الزمن. ويضيف الكاتب: لم نسمع من ذيولهم في العراق وسوريا واليمن سوى الشجب والاستنكار والتهديد والوعيد الفارغ. لم يكن يمر يوماً دون أن نسمع تبجحاتهم بالحديث عن قوة وصلابة محور المقاومة وقدرتهم على إغراق الصهاينة بالصواريخ الإيرانية، وإنهم رهن الإشارة حين تحين ساعة المواجهة. المواجهة التي يبدو أنهم لم يسمعوا عن قيامها رغم دخولها الأسبوع 5 لاندلاعها. المواجهة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني، ما بين شهيد وجريح أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ. لا نستغرب مما تفعلون يا أدعياء المقاومة، فقد سبقكم إلى الخنوع والخذلان في العراق في عام 2003. لم نعد نسمع حديثهم عن تحرير فلسطين من المحتلين، لم نرى منهم أي فعل على أرض المعركة، لذا أيقنا أنهم لاعب أساسي في المؤامرة على الشعب الفلسطيني والأمة العربية. وإلى صحيفة الشروق المصرية ونقرأ فيها مقالا للكاتب معتمر أمين بعنوان ورطة أمريكية في غزة. الاستغراق في تفاصيل ما يجري في حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا يغني عن محاولة رؤية المشهد العام الذي تجري فيه هذه المجزرة البربرية. إن سكوت العالم شرقا وغربا على تلك الجرائم يؤكد أن الأطراف المستفيدة من تلك الحرب أكثر من المتضررة منها، وأن العديد من الأطراف الدولية والإقليمية تراهن على نتائج معينة من الأزمة الحالية. لقد عصفت حرب غزة 2023 بمشروع ممر الهند أوروبا الذي طرح في مؤتمر قمة 20، وجرجرت الولايات المتحدة للتدخل بقوات على الأرض في الشرق الأوسط وداخل غزة بصورة تعيق تركيز جهودها في مناطق صراعها مع روسيا في أوكرانيا والصين في تايوان. نلاحظ أن المراكز البحثية الأمريكية كافة تضع الصين كأكبر خطر أو تحد يواجه الولايات المتحدة، بينما سياسات واشنطن تبتعد الآن عن التصدي للخطر الصيني وتنشغل بمواجهة روسيا من جانب ونجدة إسرائيل من جانب آخر. هذا ومن غير المرجح أن تنتهي حرب أوكرانيا في أي وقت قريب، ولا أن تسحب الولايات المتحدة مساعداتها اللانهائية لأوكرانيا بعدما استثمرت المليارات وشحنت الناتو وحولت البيئة المستقرة في شرق أوروبا إلى منطقة توتر لم تشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. جاءت الولايات المتحدة بحاملات الطائرات لتعيد مستوى الردع إلى الحيز الذي يمكن من خلاله السيطرة على مجريات الأمور غير عابئة بصورتها في العالم العربي، ومن ثم
فإن المشهد الختامي لحرب 7 من تشرين 1 أكتوبر ما زال بعيداً، وكلما طال أمد الحرب تغيرت الحسابات ليس فقط على مستوى توسيع دائرة الحرب، وإنما أيضاً على مستوى التغيرات الشعبية التي تجري نتيجة لهذه الحرب، والتي من شواهدها استمرار المظاهرات المؤيدة لفلسطين في العديد من العواصم الغربية بالتوازي مع عدم قدرة بعض الحكومات الأوروبية المضية قدماً في تأييد ما ترتكبه إسرائيل من جرائم. وعن سيناريوهات انتهاء الحرب على غزة، كتب سعيد الحاج مقالاً في موقع عربي 21 جاء فيه: كما كان متوقعاً لم تنتهي معركة طوفان الأقصى سريعاً، بل امتدت زمنياً وثبت أنها مختلفة بشكل جذري عن المواجهات السابقة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية من حيث الشكل والتداعيات، وكذلك مستوى إجرام الاحتلال والمجازر التي ارتكبها. بالنظر إلى ما سبق، يمكن تصور أن تمتد الحرب طويلاً جداً لأشهر عديدة، ربما وهو ما تروج له ماكينة الاحتلال الإعلامية والسياسية، لكن ذلك ليس حتمياً ولا مقطوعاً به، إذ ثمة عوامل يمكن أن تدفع لتوقف العدوان عند نقطة. والأهم من ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية التي تخوض الحرب معه وربما عنه لا تريد حرباً بلا سقف زمني. عملياً يمكن للحرب أن تقف إذا ما وصل الاحتلال لنقطة يستطيع عندها الادعاء بأنه حقق إنجازاً كبيراً، إما ميدانياً بالتقدم وسط مدينة غزة مثلاً، أو إثر اغتيال شخصية وازنة في قيادة حماس أو ذراعها العسكرية. ويمكن للحرب أن تتوقف إذا ما تجاوزت خسائر الاحتلال في الجنود والآليات ما يمكنه تحمله، لا سيما مع وتيرة الاستهداف الكبيرة والموثقة من كتائب القسام، والمتوقع أن تزداد مع تعمق المعركة البرية. وحينها يمكن للاحتلال أن يوقف الحرب مؤقتاً بأي ذريعة حتى يعيد ترتيب صفوفه وتدعيم قواته، ولو أن يتذرع بدوافع إنسانية، ويمكن أن يحصل ذلك بسبب التغيرات في الرأي العام العالمي وعلى وجه الخصوص الأمريكي، إذ تظهر استطلاعات رأي أجريت مؤخراً تراجع شعبية بايدن وفرصه في الانتخابات المقبلة. ولا شك أن استمرار هذا النزيف التصويتي سيصعب جسره في الوقت القصير نسبياً حتى الانتخابات، ويضاف لهذا المسار والاعتراضات وبعض الاستقالات داخل الحزب الديمقراطي وفي وزارة الخارجية وعموم الإدارة الحالية. والآن مشاهدينا إلى الرسوم الكاريكاتيرية. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم.
في ظل حملة الإبادة الجماعية التي يواصلها الجيش الإسرائيلي بعدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ 38 يوماً، اضطر أكثر من 1,600,000 من أهالي القطاع المحاصر إلى النزوح قسراً إلى وسط وجنوب القطاع. وهناك من اضطر للنزوح بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي مساكنه وأباد أحياء سكنية كاملة وسواها بالأرض. وهناك من اضطر للنزوح قسريا بعد منشورات التهديد التي يسقطها الجيش الإسرائيلي على من بقي من سكان مدينة غزة لإجبارهم على النزوح والتوجه جنوبا. رحلة شاقة محفوفة بالمخاطر قطعها النازحون الذين سلكوا طريق الموت، حيث أمضوا ساعات طويلة سيرا على الأقدام دون طعام أو شراب أو من يمد لهم يد العون. ولكل نازح منهم قصة فصولها الدمار والجوع والخوف ومشاهد ورائحة الموت في كل مكان، حيث يستهدف العدوان تهجير سكان مدينة غزة وشمالها. والآن نتابع معكم مشاهدينا فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. يا عالم يا ناس، اطلعوا من هون، اطلعوا من الشفاء. But the world has to know what Hamas is making here. They're taking over the entire hospital. They're taking over the fuel, the medicine. I have nothing to treat with. I had to fix a fracture for a five-year-old boy without morphine because Hamas took it to themselves. وإلى هنا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام. في صدى أقلام جديد نلتقي بحول الله وقوته. دمتم بخير مشاهدينا، إلى اللقاء.